الاقتصاد التركي في دقيقة، أهلا بكم. توقع وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان نمو اقتصاد البلاد بمعدل 5% في الربع الأول من العام الجاري، وبرقم مكون من خانتين في الربع الثاني، وأضاف: نتوقع أن يكون العام 2021 أكثر إيجابيا من حيث النمو. تجاوز عدد السياح الذين زاروا تركيا منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020 وحتى فبراير شباط من العام الحالي 17 مليون سائح. وذكر بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية أن التطبيق الصارم للتدابير الصحية للوقاية من كورونا لعب دورا مهما في جذب الزوار من مختلف دول العالم. سجلت صادرات ولاية سكاريا التركية شمال غرب البلاد من المركبات 1.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي. وذكرت معطيات رابطة صناعة المركبات التركية الاثنين أن سكاريا أنتجت 83,500 مركبة تقريباً.